السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن الحرب على غزة. نناقش هذا اليوم تزايد الضغوط على زعماء الغرب واتساع دائرة الانقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي بسبب الموقف من هذه الحرب، كما نناقش ما كشفه الإعلام العبري بشأن مسؤولية جيش الاحتلال عن قتل المستوطنين يوم 7 من تشرين الأول الماضي، وليس كما روجت حكومة نتنياهو بشأن مسؤولية مقاتلي حماس. مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه التغطية عبر سكايب من عمان رئيس لجنة العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي الفلسطيني الدكتور ربحي حلوم، وعبر الهاتف من الضفة الغربية الصحفية الفلسطينية إيمان السلاوي، وعبر خدمة زوم من الريحانية الخبير العسكري العقيد أديب العليوي. مرحبا بكم ضيوفنا الكرام في هذه التغطية. مشاهدينا الكرام، قبل البدء ندعوكم لمتابعة هذا التقرير. ضمن سلسلة الفضائح التي تسوقها إسرائيل لتبرير مجازرها ضد غزة، نشر جيش الاحتلال مقطعا لكاميرا أنزلها في فتحة في الأرض قال إنه نفق نسبه لكتائب القسام، عثر عليه بمجمع الشفاء الطبي قبل أن يقتطع من التصوير عند توقيت 1:13 لتضمنه ما يكشف زيف الرواية. كما ولوحظ تغيير جودة تصوير الكاميرا عند ظهور مشهد النفق في الجزء الثاني المضاف. فبركة تهدف إسرائيل من خلالها إلى إظهار النفق على أنه أنشئ من قبل حماس، لكن ما لا يعلمه كثيرون أن من شيد هذه الأنفاق تحت المستشفى هي إسرائيل نفسها خلال توسعته قبل أكثر من 40 عاماً. وهنا يتساءل مختصون لموقع إلكترونيك انتفاضة، هل يعقل أن تستخدم المقاومة في غزة نفقا أنشأته إسرائيل وتعلم كافة مداخله ومخارجه؟ مزاعم إسرائيل حول استخدام المستشفيات من المقاومة الفلسطينية لا تقف عند حد معين، إذ اتهمت المقاومة باستخدام المستشفيات مكانا لتخبئة المحتجزين الصهاينة، مستندة بمقطع مصور لعناصر المقاومة وهم يقتادون أحد المحتجزين إلى المستشفى، على الرغم من أن صحة غزة أكدت بأنها قدمت الرعاية الطبية للمحتجزين بعد إصابتهم بالقصف الإسرائيلي الذي لم يستثني أي مكان في غزة. روايات أخرى لقوات الاحتلال أثارت سخرية مراقبين، منها العثور على أسلحة في غرفة الرنين المغناطيسي والتي بإمكانها أن تسحب أي معدن إليها. كما بث الاحتلال مقطعا مصورا لحاسوب محمول تصفح فيه جنود الاحتلال وقالوا إنه لحماس التي لم تشفر كلمة مرور لفتحه، وهو نفس الحاسوب الذي ظهرت على شاشته صورة مجندة إسرائيلية سبق وقال الاحتلال إنه قام بإنقاذها عقب عملية طوفان الأقصى بأيام قليلة، ليتبين لاحقا أنها لم تكن أساسا ضمن قائمة المحتجزين. وفي محاولة لتدارك الفضيحة قام الاحتلال بحذف التصوير وإعادة بثه عقب قص 20 ثانية منه، فضلا عن تظليل مشهد المجندة الإسرائيلية. هي فضائح إذن تثبت فبركة إسرائيل كل ما يخص عملياتها في غزة بهدف تبرير انتهاكاتها وقتلها للمدنيين في البيوت والمرضى في المستشفيات. بحسب مراقبين أكدوا أن هذه الفبركات لن تشرعن حربها في غزة، بل ستزيد من الغضب الشعبي المتنامي ضدها في العالم أجمع، وقد تجبر دولا كثيرة على تغيير سياستها إزاء ما يجري في فلسطين. إذن مشاهدينا الكرام، ضيوفنا نناقش في هذه التغطية العدوان الوحشي على قطاع غزة والمواقف الغربية أيضا ومآلات ونتائج هذا العدوان الذي استهدف كل شيء في قطاع غزة المحاصر. أجدد الترحيب بضيوفنا، ولكن أبدأ مع الأستاذ ربحي. أستاذ ربحي، يعني بعد أن مارس الاحتلال كل الانتهاكات في مشفى الشفاء يعيد الكرة في المستشفى الأندونيسي،
ولكن السؤال المطروح هنا دائما يعني حتى في يعني أروقة الإعلاميين، ما هدف الاحتلال من احتجاز المرضى وتدمير محتويات المستشفيات؟ مساء الخير لكم ولمشاهديكم أخي الكريم. يعني ما يجري هو عبارة عن نسميها نحن بالعامية فشة خلق. يعني هذا الاحتلال، الصدمة التي واجهها يوم 7 نوفمبر من أكتوبر الماضي شكلت لديه صفعة لم يعني يعد له اتزانه على ضوئها، وما زال في شبه غيبوبة نتيجة قوة وفعالية هذه الصدمة التي واجهها يوم 7 أكتوبر. نتيجة ذلك هو يتخبط خبط عشواء، يحاول كل الطرق، القصف الهمجي، التقتيل، الإبادة الجماعية، بلا أي مقاييس متبعة في أي حرب من الحروب. وبالتالي الشيء الوحيد الذي يعتمده الاحتلال هو تكثيف هذا القصف وزيادة حدته، وبالتالي يعني يواجه أهلنا الصامدون في غزة هذا القصف الهمجي بصمود على أرضهم، وقد أعلنوها بكل وضوح أنهم منزرعون في هذه الأرض ولن يرضخوا للاحتلال وليفعل ما يفعل. وبالتالي بات الأمر لديهم شبه يعني طبيعي أن يواجهوا هذا الاحتلال، لأنه لا خيار لديهم إلا الصمود، وهم يعني قادرون على هذا الصمود. لكن الاحتلال نتيجة هذا التخبط حتى هذه اللحظة لا يعرف كيف يعمل، باستثناء ممارسة أشرس وسائل التدمير والقتل والإبادة الجماعية دون الأخذ في الاعتبار كما قلت أي أعراف لا دولية ولا قانونية في الحروب ولا في غير الحروب. طيب سيادة العقيد، أرحب الترحيب بكم. أستاذ ربحي قال بأنه هذه الانتهاكات تأتي بعد الصدمة كما وصفها التي تلقاها جيش الاحتلال الصهيوني يوم 7 أكتوبر، ولكن هناك يعني في الفقه العسكري تراجع دبابات الاحتلال في عدد من محاور القتال في قطاعات التوغل، كيف تقرأ هذه الخطة؟ هل هي خطة تكتيكية أم خطة استراتيجية بعيدة المدى سيادة العقيد؟ مساء الخير، تحية لكم، تحية للضيوف، تحية للمشاهدين، الرحمة لشهداء غزة، شهداء الأمة الحقيقة، والشفاء للجرحى. يعني دعني بالعودة إلى سؤالك، عن أي خطة نتكلم؟ هل نتكلم عن خطة يعني قتل الأطفال الخدج في يعني جيش له تصنيف عالمي، يعتبر من أفضل 4-5 جيوش في العالم، يقوم بقصف المشافي، بمعركة سميت معركة المشافي، ومعركة على المدارس، وقتل الأطفال الخدج، وقتل الأطفال في مدارس الأونروا. هل هذه خطة؟ يعني دعني أقول أن كما قال أستاذ ربحي، حقيقة أنا لم أجد حتى الآن هناك خطة عسكرية. يعني أنا لا أقول أنه جيش عشوائي دخل بلا خطة، لكن غير الخطة في أكثر من مرة، لكنه لم يستطيع أن يتقدم حتى الآن. هذه التقدمات التي نراها حقيقة هي في العلم العسكري ليست تقدم حقيقي على محاور، بعد أن قام يعني الجيش الإسرائيلي وطيرانه بقصف آلاف الأطنان من القنابل على شمال غزة، تقدر بأكثر من ما يعني قصفت هيروشيما، أكثر من قنابل ذرية التي ألقيت على هيروشيما وناغازاكي بعشرات المرات. وهذا يعني القصف كله يعني يمكن يعني سياسة الأرض المحروقة التي يعني يمارسها العدو، ومع ذلك لم تنجح. يعني في الحروب الطاحنة عادة عندما يستخدم جيش نظامي سياسة الأرض المحروقة يمكن أن يستفيد ويتقدم، لكن للأسف الشديد في معركة غزة حتى سياسة الأرض المحروقة لم تجدي نفعا، بمعنى أن
يعني شهادات الضباط الإسرائيليين والجنود الذين يقاتلون على أرض غزة قالوا نحن نقاتل أشباح، يخرجون تارة من الأنفاق، تارة من تحت الأنقاض، وتارة من بين المباني المهدمة، ويستخدمون يعني الحقيقة منتهى الجسارة والجرأة والقوة من مسافة الصفر، يتقدمون إلى الدبابات الإسرائيلية ويمنعون تقدمها من مسافة صفر إن كان يعني الدبابات والناقلات الجن. ولاحظنا أن هناك العديد من يعني تدمير الآليات الإسرائيلية، وهناك خسائر يعني بمئات الملايين الدولارات في كل يوم على 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 دعني أقول على البنية التحتية والعسكرية الإسرائيلية، بمعنى أن نتنياهو يعني اضطر إلى أن يعني يستنجد في الكثير من الأحيان في الكثير من الآليات القديمة التي يجري ترميمها وزجها في المعركة نتيجة الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها الآليات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي. أستاذة إيمان، مرحبا بكم. نستثمر حقيقة ودكم معنا لمعرفة آخر التفاصيل التي تحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما تعرفون مقتل فلسطيني عند مدخل مخيم العروب شمالي الخليل. أستاذة إيمان، هل لديك من تفاصيل أو معلومات أكثر حول ما جرى في شمال الخليل؟ نعم، شيء ماهر البداية والشفاء للحرية للأسرة. شيعت جماهير شعبنا الفلسطيني في الخليل جثمان الشهيد محمد عادل السراحين 21 عاما شاب صغير بمسقط رأسه بيت أو أولى شمال غرب الخليل، ارتقى فجر اليوم قرب مخيم العروب. انطلق الموكب من أمام المشفى، مشفى عالية باتجاه المدينة، ثم لوالديه لنظرة الوداع الأخير، ثم انتقل ثم نقله إلى المسجد الكبير وسط البيت الأولى، ثم شيعوه إلى مسقط رأسه إلى مسقطه الأخير في المقبرة، مقبرة الشهداء في بيت الأولى. نعم، أيضا هنالك مستوطنين كان لهم تدمير بشكل إجرامي في مسافة يطا، كذلك الأمر في نقول نحن على الخليل اليوم، دمروا خزانات مياه، مدارس، ألواح شمسية، تكسير أشتال الزيتون، طبعا في أكثر من مكان في يطا، في طوبة، في يطا، في السموع، كان في يطا السموع حاجز عسكري لتفتيش المركبات، أيضا تدمير بيوت بلاستيكية زراعية، تقطيع المياه لمنازل وأشجار مثمرة. وبالإضافة إلى ذلك اعتقال أكثر من 20 مواطنا، تركزت الاعتقالات اليوم في الخليل، كل المحافظات إلى تقريبا الخليل. بالأمس كانت في نابلس ومخيم جنين مجزرة وتدمير بنية تحتية وقصف لأكثر من موقع في مخيم بلاط نابلس و مخيم جنين. نعم. طيب انتقل للأستاذ ربحي. أستاذ ربحي، يعني ما الذي يمثله المستشفى الإندونيسي بعد أن توقف مشفى الشفاء عن العمل وقام الاحتلال باقتحام هذا المشفى وطرد العاملين والمرضى؟ هناك من يقول أن الاحتلال أراد من مشفى الشفاء أن يكون علامة فارقة بين الانتصار بحسب زعمهم والخذلان، يعني بمعنى آخر إذا سيطر الاحتلال على مشفى الشفاء فإن المعركة قد انتهت، وبالتالي سيطرت قوات الاحتلال بالكامل على قطاع غزة. كيف يمكن الرد على ذلك؟ أخي، هذا يعني عبث. كل ما يقال ويزعم من قبل الاحتلال هو أمر عبثي. في كافة الحروب في التاريخ لم يحصل أن تم استهداف المستشفيات بالتحديد، وزعموا في بداية الأمر أن المستشفى توجد به مستودعات أسلحة أو مقاتلين أو أنفاق أو إلى آخره، واتضح للعالم زيف وكذب هذا الادعاء، لأنه هذا العدو المتغطرس ليس لديه ما يفعله سوى
حتى يعني يتحايل على الرأي العام العالمي ويظهر وكأنه كما يقول بعض الزعماء المناصرين للاحتلال أنه يدافع عن نفسه، هو يريد أن يظهر بهذه الصورة، لأن هذه الصورة هي التي رسمها له محتضنوه في البيت الأبيض وفي بايدن وماكرون وبلينكن، ويعني كرروا هذه العبارة أن إسرائيل تدافع عن نفسها. هذا الزعم يريد هذا الاحتلال أن يتناغم مع هذا الزعم ويظهر للعالم أنه كذلك، ومن هنا جاءت فاشيته وغطرسته ووحشيته في تقتيل الرضع والخدج والمرضى في المستشفى، ومن هنا وزعموا في البداية أن مستشفى الشفاء هو عبارة عن غرفة عمليات للمقاتلين. نعم. هذا الزعم الكاذب بات واضحا للعالم كله، الغربي والشرقي على السواء، باستثناء هؤلاء الذين يحتضنون الاحتلال، بايدن وبلينكن وماكرون وأوستن وأشباههم، يعني لم تعد أكاذيبهم تنطلي على العالم الذي يشاهد بأم العين ما الذي يستهدفه هذا الاحتلال. يستهدف الشجرة والبشر والحجر والأطفال الخدج الذين هم يعني خرجوا من أرحام أمهاتهم للتو. هذا زعم باطل والعالم بدأ يكتشف، لكن هذا العالم، هذا العدو المتغطرس لن يرعوي، وكل أخشى ما نخشاه أنه سينتقل بعد غزة، سينتقل للضفة الغربية. وأنا هنا أحذر على العالم العربي، على الاثنين وعشرين مسؤول عربي والأمة العربية، أن يعني ينتقلوا بمواقفهم من المشاعر العاطفية إلى آخره إلى موقف عملي يواجه هذا الاحتلال وغطرسته ويضع حدا لهذا الاحتلال. طيب. نعم. لا أن يبقوا متفرجين على شعبهم الذي يقتل ويذبح في غزة حينا وفي جنين حينا آخر وفي الخليل حينا ثالثا، هذا على 22 دولة عربية أن يعوا ويصحوا من غفلتهم. لن يرحمهم التاريخ إذا بقوا صامتين إذا ما يجري طيب. ضد شعبنا في القطاع. نعم. وفي الضفة الغربية وفي كل فلسطين. سيادة العقيد، يعني انضمام الوحدة المختلطة للقوات العاملة في قطاع غزة، بداية نريد أن نستفهم منكم ما هي مهام هذه القوات؟ هل ستحقق نتائج عسكرية لصالح الاحتلال سيادة العقيد؟ يعني نتيجة الخطط الفاشلة التي قام بها جيش الاحتلال منذ بداية يعني هذه الغزو على غزة، منذ بداية هذه المعركة، منذ بداية هذه الإبادة الجماعية، نتيجة الخطط الكثيرة والحقيقة الفاشلة، اضطر يعني جيش الاحتلال إلى استخدام أو انضمام هذه الوحدة المختلطة، عسى أن يحقق فيها نتائج. بمعنى هذه الوحدة المختلطة فيها من الكوموندوس وفيها من الهندسة وفيها من خبراء يعني في حرب الشوارع وفي حرب الأنفاق، وأعتقد أن هناك بينهم مرتزقة كثيرون، وهناك بينهم من يعني الكوموندوس الأمريكي الذين يعني يحاولون أن يساندون القوات الإسرائيلية ويقوون من عزيمتهم المنهارة. يعني أؤكد على هذه النقطة، لأن الحقيقة هناك الكثير من الجنود بدأوا يهربون، لأن هذه المعركة أصبحت معركة طويلة، بمعنى أن إسرائيل هي معتادة على الحروب القصيرة يعني التي لا تتجاوز مدتها الأيام يعني على يعني على تقدير، وبالتالي اليوم نحن في يعني على أبواب 50 يوما، ومع ذلك لم تحقق يعني إسرائيل والجيش الإسرائيلي أي نتائج تذكر، ولذلك هي تزج بقوات النخبة، تزج بالكوموندو، تزج بالمرتزقة، تزج بالخبراء الذين
يعني يعرفون جيدا معارك حروب، حرب الشوارع وحرب الأنفاق. نعم. عسى أن يستطيعوا أن يحققوا شيئا من النتائج، ولكن مع ذلك حتى الآن لم يتم تحقيق أي نتائج على كافة المحاور. أستاذة إيمان، بعد أن قدمت معلومات وافية حول ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قتل وانتهاكات تطال الشعب الفلسطيني، ولكن دعينا نتوقف عند نقطة، هل تكرر أن منع الاحتلال سيارات الإسعاف للوصول إلى المصابين؟ هل تكررت هذه الواقعة، هذه الحادثة؟ لقد رأيت هذا على أرض الواقع. قوات الاحتلال ليس فقط منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى سواء مخيم جنين أو مخيم نابلس، المأساة أنهم منعوهم من خروج من الهلال الأحمر والمستشفى. فمثلا نحن كنا متواجدين في مستشفى جنين الحكومي، كذلك الأمر كان في مستشفى ابن سينا. أنا أتحدث بشكل مختصر عن جنين. في الحادثة الأخيرة أول أمس منعت المركبات الإسعاف من الخروج وفي من مستشفى جنين من فقط من باب المدخل المستشفى. لا يوجد مستشفى جنين سوى باب رئيسي ومدخل لثلاجة الموتى. مركبات الإسعاف تكون في مستشفى جنين في المدخل الرئيسي، منعت من الوقوف أمامها. إذا كان يريد المسعف التوجه إلى المخيم لإحضار مريض أو مصاب، مريض أو مصاب يعني مريض دون تدخل في المواجهات أو مصاب من الأحداث، يجب أن يكون لديه تواصل مع الارتباط ثم الارتباط يبلغه بذلك. يعني كانت المسألة معقدة كذلك، يعني بموت الشخص وما بقدر يوصل المسعف لموقع الإصابة. كذلك مستشفى ابن سينا تم لا الأطباء والمسعفين والمسعفات الفتيات من المركبتين الإسعاف في ابن سينا، وتم توجههم إلى مركبة الاحتلال ورؤية هوياتهم، ثم طلبوا منهم مثل طلبوا منا في المستشفى الحكومي، يمنع منكم التوجه إلا بتنسيق مع الارتباط العسكري. طيب يبدو أن الأستاذ ربحي غير جاهز الآن. ننتقل إلى سيادة العقيد. سيادة العقيد، بعد أن مني الاحتلال وقدمتم ربما شرحا واضحا وكافيا حول ما يجري على أرض الواقع في قطاع غزة، حيث ذكرتم أن المقاومين يخرجون من تحت الأنفاق ومن بين البنايات المهدمة، وأيضا يقاتلون الاحتلال من موقع صفر، ولكن هل تعتقد أن هناك محاولات لفتح محاور جديدة من قبل الاحتلال سيادة العقيد؟ بلا شك هناك محاولات، يعني لذلك نحن نقول ان هناك تغيير الخطط، يعني لاكثر من يعني تغيرت الخطه اكثر من خطه تم استخدامها وحتى الان لم تجدي نفعا، وبالتالي هي محاولات. ومن ضمن اصلا هذه المحاولات هو انضمام الوحده المختلطه من اجل المسانده ومن اجل تنفيذ خطه جديده لفتح محاور او في يعني في محاوله لتقديم اي انجاز الى 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 يعني الحكومه المتطرفه الاسرائيليه، يقولوا انهم يعني قدموا انجازا. لذلك نحن عندما نشاهد هذه الحمم وهذه الطائرات التي تقصف يعني مدارس الأنوروا او المشافي او غيرها، نجد مدى الحرج الذي وقعت به اسرائيل امام يعني امام المجتمع الدولي، امام نفسها، امام حتى داخليا، بمعنى أنها فشلت فشلا ذريعا، وبالتالي هي تقتل الأطفال بلا رحمة وتقتل النساء والشيوخ ولم تترك أحدا، وهي تحارب المشافي والمدارس. ولذلك يعني موضوع أنها تحاول فتح محاور، هي تحاول لكن حتى الآن لم تحقق. يعني منذ 3 أيام هي تحاول على أحد المحاور في جباليا وتدخل قليلا ثم تنسحب، يعني للمقاومة الشديدة التي تجدها وللأبطال الذين يعني يخرجون إليها من تحت الأنقاض. نعم. ويقاتلونها من مسافة الصفر. حتى الآن لم تنجح على كافة المحاور أن تحقق أي إنجاز عسكري حقيقي سوى قتل الأطفال، بالرغم من أن يعني عادة سياسة الأرض المحروقة يمكن أن تجدي نفعا
في بعض المعارك، لكن حتى سيادة الأرض المحروقة حتى الآن لم تجدي نفعا في هذه المعارك. طيب أستاذ إيمان، لو عدنا قليلا إلى سؤالي الأول وهو مقتل فلسطيني عند مدخل العروب شمال الخليل، هناك من يقول بأن هذا الانتهاك ربما يكون ممنهج ولكنه لا يندرج تحت بند الحوادث الفردية، كيف يمكن الرد على هذه الادعاءات؟ نعم، لديهم قوات الاحتلال عند اقتحام أي مدينة أو مخيم لديهم الضوء الأخضر في أي خوف من مواطن يمشي على قدميه. أول أمس كان الشهيد الذي لحظة دخولهم لجنين وتحديدا عند وصولهم مستشفى جنين الذي يعتبر بداية لمخيم جنين جغرافيا، قتل من ذوي الاحتياجات شاب يبلغ من العمر 44 عاما. اليوم زرت والدته وتأكدت من المعلومة، لأنه لحظة الاستشهاد كنا نحن داخل المستشفى وهو خلفه، لقد قتل بدم بارد. تقول والدته أنهم يخافون من أي شخص يمشي على قدمي، لعل معه عبوات، لعل معه يريد أن تجر نفسه. قالت هو يرتدي سترة من البرد، لا يعرف الحديث إلا كلمات بسيطة جدا لديه شعبية فقط، كلمة واحدة يرددها دائما للمواطنين: أعطني سيجارة. لقد قتلوه بدم بارد لأنه الوحيد الموجود في الشارع. هكذا يحدث في الاقتحامات، أي شخص خوفا وجبنا أن يتم تفجير نفسه شخص فيهم فيقومهم بتصفيته، وأحيانا كثيرة يضعون سلاحا بجانبه ليبرئون نفسهم أمام الصحفيين والمجتمع الدولي الذي يظنون الناس أنه يأبه لما يحدث في غزة أو الضفة. طيب أستاذ ربحي، الاحتلال منع وصول المساعدات القليلة والشحيحة التي تعبر من معبر رفح إلى شمال قطاع غزة. هناك تصريح طبعا لأعتقد وزير الدفاع الصهيوني جالانت، قال بأن قطاع غزة سنعيده 50 عاما إلى الوراء. هل سياسة التجويع حاضرة في خلدات الاحتلال أستاذ ربحي؟ الاحتلال يفكر في شيء واحد أخيه، لا يفكر في يعني إمدادات أغذية وأدوية وإلى آخره، يفكر في الإبادة الجماعية لكل شيء اسمه فلسطين والفلسطينيين، هذا الذي يشغل باله. ليس لدى الاحتلال أي تفكير آخر الآن، هو من يعني كل خططه واعتداءاته الوحشية وقصفه الهمجي يستهدف إبادة أكبر عدد من الفلسطينيين. ينظر للرضع لأن هؤلاء الرضع سيكبرون يوما ويقاتلونه، ينظر للنساء أنهن يلدن مقاتلين، وينظر للرجال أنهم مقاتلون، وبالتالي كل فلسطيني، كل ما هو فلسطيني هو عدو له ومستهدف، ويفكر في شيء واحد الإبادة، لا يفكر في خطط فتح المعبر وعدم فتح المعبر. هذه الخطط لا تتأتى، يعني مواجهة هذا العدو لا تتأتى إلا بموقف عربي يدعم هؤلاء الصامدين من أهلنا. أخي معبر رفح هو أرض مصرية، نعم. العدو بعيد عنها 50 كيلومترا، نعم. الاحتلال الذي يملك فتح المعبر وإغلاقه هو طرف عربي، مصر. أين مصر العروبة؟ نعم. أين 22 دولة عربية؟ أين هؤلاء؟ وقالها جالانت أحد يعني أحد القتلة في قيادة الصهيونية، قالها أن يعني لم يتبقى لدينا إلا أن نلقي قنبلة نووية على غزة، نعم. ماذا يعني ذلك؟ هل يعني الإبقاء على أطفال وغير الأطفال؟
على ما على وجه الأرض وأحياء يرزقون؟ كلا. فبالتالي الإبادة الجماعية لكل ما هو فلسطيني والإطباق على فلسطين من نهرها إلى بحرها وما يزيد. وهناك يعني أجزاء من الأردن وجنوبا حتى من السعودية، هناك خارطة معدة له يعمل على تنفيذها على يعني على امتداد العشر سنوات القادمة، ووضع خطة ثلاثية تنتهي المرحلة الأولى في عام 27 والثانية عام 37 والثالثة 47، التي يعني وضع في حساباته أن يحتفل بإسرائيل الكبرى في عام 2047. هذا ما يفكر به الاحتلال. طيب يعني طيب سيادة العقيد، كما ذكرتم يعني في ردكم السابق، الاحتلال الإسرائيلي استدعى قوات النخبة، ولكن مع ذلك فشل في تحقيق مبتغاه في السيطرة على قطاع غزة. ولكن كيف يمكن فهم قرار تقليص عدد جنود الاحتياط في ظل محاولات الاحتلال كما ذكرنا بالدفع بقوات رديفة لإسناد القوات الموجودة في قطاع غزة؟ يعني المعركة أعقد مما نتخيل بكثير. يعني نحن أصلا حتى عبر وسائل الإعلام لا يصل إلا القليل جدا. يعني بمعنى آخر أن هناك الحقيقة معركة طاحنة تقوم بها تخوضها فدائيين حماس بشكل يعني غير مسبوق. لم تعهد يعني إسرائيل والجيش الصهيوني لم يعهدوا مثل هكذا قتال على مر وجودهم على في هذه الأرض منذ احتلال بداية احتلال فلسطين. بمعنى أنهم الحقيقة وصلوا إلى مرحلة حالة من التململ في الجيش الإسرائيلي وفي القوات التي تقوم يعني أو هي موجودة في داخل أرض المعركة. ولذلك هذا التململ أدى إلى أن هناك هروب كثير من العناصر، هناك تخاذل لكثير من العناصر. ونحن والجميع يعلم أن ما يميز الجندي الإسرائيلي هو الجبن. الجندي الإسرائيلي جبان. وبالتالي نحن عندما نعود بالذاكرة إلى انتفاضة الحجارة نجد أن جندي يعني خمس جنود إسرائيليين حتى يستطيعوا الوقوف أمام طفل فلسطيني وبيده حجارة وهم ببنادقهم. بمعنى هناك جبن متأصل من ضمن الجينات، يعني هناك جبن لدى الجندي الصهيوني الموجود على أرض غزة. فلذلك أنا أقول أن هذا يعني ما نراه من يعني ضم قوات يعني إضافية، قوات النخبة أو قوات إسناد جديدة، يعني هو دليل على أن هناك مقاومة شرسة من قوات حماس. إضافة إلى ذلك هناك هلع لدى الجندي الإسرائيلي وهروب من أرض المعركة. نعم. يحاولون أن يستعيدوا به بمرتزقة، يحاولون أن يستعيدوا بقوات نخبة مدربة إن كان أمريكية أو غير أمريكية في محاولة لتحقيق إنجازات معينة، لكن حتى الآن كما قلنا لم تتحقق أي إنجازات. نعم. وأعتقد أنها لن تتحقق ضمن هذه المعطيات والظروف التي تعيشها. وكلما توغلوا ودخلوا في معركة المعركة الحقيقية، معركة يعني دعني أقول حرب الشوارع الحقيقية. نعم. ستكون خسائرهم أكبر، وكلما كانت أكبر هناك انهيار سيكون أكثر إن كان على الصعيد السياسي وإن كان على الصعيد العسكري. أستاذ إيمان، حملات الاعتقال في الضفة الغربية تتزايد بشكل مضطرد منذ معركة طوفان الأقصى في 27 أكتوبر الماضي، ولكن حملات اليوم طالت أسرى محررين. كيف نفهم استهداف أسرى محررين؟ ما الذي تريده الإسرائيل في أنه تلقي القبض أو تؤسر أسرى محررين؟ نعم فعلا، أكتوبر وحتى هذا اليوم بشكل يومي عشرات الاعتقالات في المحافظة الواحدة. نعم. ما مجموعه مئات، وصل عدد الأسرى تجاوز 6000. حتى أكتوبر كانوا 5000 وقليلا، اليوم تجاوز 6000.
منهم أسرى محررين قيادات في الفصائل الوطنية. مختلف الفصائل الوطنية تم الاعتقال منهم، معظم الفصائل، نحن نقول فتح، حماس، جهاد، شعبية، ديمقراطية، حتى من فصائل منظمة التحرير تم اعتقال قيادات منهم. يبدو أن السياسة، لست محللا سياسيا، ولكن يبدو أنه تجميع القيادات التي لها تأثير على الجيل من تخفيف من شدة الغضب الفلسطيني في الضفة. هذا نقطة. نقطة أخرى، يريدون جمع أكبر عدد من أجل التبادل. ربما لست خبيرا في هذا التحليل، ممكن الضيوف الذين موجودين اليوم يحللوا هذه النقطة، ولكن التأثير القيادات الفلسطينية على الجيل الموجود في الشارع كبير، وممكن أن اعتقالهم أن يخفف، ظنا منهم أنه يخفف غضب أو ثورة الشعب الفلسطيني لما يحدث من جرائم في القدس وغزة. طيب أستاذ ربحي، طبعا كما تعرفون لا تزال فضيحة تقرير صحيفة هآرت الصهيونية والذي يتحدث عن مسؤولية جيش الاحتلال عن قتل المستوطنين بواسطة الطائرات يوم 7 أكتوبر يعني يدوي صداه، ولكن من ناحية أخرى بحسب المرصد الأورو متوسطي فإن الاحتلال ينفذ تصفيات جسدية في مجمع الشفاء الطبي ومحيط المستشفى الأندونيسي. أمام هاتين الروايتين، وهو قتل الجيش الاحتلال المستوطنين يوم 7 أكتوبر والانتهاكات والتصفيات الجسدية التي تحدث في مجمع الشفاء ومحيط مستشفى الأندونيسي، كيف للاحتلال أن يغطي على هذه الجرائم بعد أن كشف كذبه في مواقف عديدة؟ كما قلت وأكرر هنا، ليس لدي أي وسيلة على الإطلاق بعد أن انكشف أمره أمام الرأي العام العالمي. كل عواصم العالم الآن تشهد مظاهرات جماهيرية من شعوب ليست عربية، يعني شعوب غير أمتنا العربية، وعواصمنا العربية يعني بنفس الزخم الجماهيري الشعبي في كل العواصم العربية شهدت مواقف مساندة شعبية. أنا أتحدث هنا جماهيريا شعبيا ولا أتحدث عن مواقف الدول الرسمية للأسف الشديد. ومن هنا يعني هذا التخبط العشوائي هو فقط لإعادة المعنويات للصهاينة الذين أصيبوا بهذه الصدمة، وللذين باتوا يشكون في قدرة الجيش الذي لا يقهر كما يعني صور لهم أن جيشهم أو يعني جيش الاحتلال هو كما تفضل أحد الإخوة الجيش الرابع أو الخامس في العالم. يريدون أن يعيدوا هذه الصورة أن هذا الجيش قادر على أن يعني يحقق انتصارا، وهذه القدرة لم تتأتى له من خلال المواجهات المباشرة مع المقاومين الأبطال ومع شعبنا في مختلف أنحاء غزة، شمالها ووسطها وجنوبها. وبالتالي هذا التخبط العشوائي دفعه أو يعني أراد أن يغير هذه الصورة لدى مجتمعه من خلال تحقيق أكبر عدد ممكن من الإبادة الجماعية من أبناء شعبنا وأهلنا في القطاع، حتى يعيد هذه الصورة والمعنويات إلى شعبه أولا. هذا كل ما يجري وراءه، ليس هناك يعني خطط كما يعني خططه القضاء على أكبر عدد ممكن من المقاومين وتوسيع رقعة الأرض التي يتواجد فيها وهو عاجز عن ذلك حتى داخل القطاع. دبابته تدخل يدمر جزء منها ويتراجع جزء آخر. مقاومون أثبتوا قدرتهم على المواجهة حتى النهاية. وأنا هنا أعيد وأكرر وأعيد أن الزمن ليس في صالح العدو، وبالتالي هو يريد أن يغطي على هذا الخلل الذي يواجهه يوما بعد يوم.
هناك اضطراب وتردد وتذبذب في أداء قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. الخسائر التي تحدثت عنها وتحدثت ربما زميلتنا إيمان، هناك خسائر كبيرة تطال جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه الخسائر من الناحية العسكرية الفعلية الصميمية، هل تؤثر في معنويات القوات المهاجمة وبالتالي تؤثر في أداء تلك القوات سيادة العقيد؟ تؤثر، يعني عندما يعني يشاهد الجندي الإسرائيلي أن آلياته تدمر بهذه، يعني بهذه، يعني أقول ليس السهولة ولكن بهذه الجسارة التي يقوم بها فدائيون الحماس بالتقدم من مسافة صفر ويضعون العبوة على الدبابة الإسرائيلية بهذه الجرأة، بهذه القوة، بهذه الفدائية، بهذا الإيمان المطلق في في بمعركتهم بأرضهم، بحقيتهم في هذه المنطقة. وبالتالي تجد الجندي الإسرائيلي يعني يصاب بالذعر، ولذلك هم يبدلون الكثير من عناصرهم حتى يعني من خلال الهلع والخوف الذي وصل إليه الجندي الإسرائيلي، لا يتركونه في أرض المعركة لفترات طويلة، بمعنى أنهم لا يعني، لأن هذا الجندي يعني يصاب بحالة من الهلع التي يعني الحقيقة لا يقوى من خلالها على التقدم ولا شبر واحد، إلا إذا كانت أمامه يعني تمهيد ناري كثيف وقصف من قبل الطائرات وأحزمة نارية كما تقوم قوات الاحتلال حتى يستطيعوا التقدم لبضعة أمتار. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الخسائر أثرت ليس فقط على معنويات الجندي في أرض المعركة، بل أثرت حتى على القيادة السياسية، وبالتالي بدأوا يستخدمون الكثير من الآليات القديمة يحاولون زجها في هذه المعركة، لأن هناك خسائر كبيرة تمنى بها إسرائيل في كل يوم حسب أحد التقارير، 200 مليون دولار في كل يوم تخسر إسرائيل. وبالتالي أعتقد أن الموضوع أكبر مما نتخيل بكثير. هذه المعركة هي الطامة الكبرى التي وقعت أوقعت نفسها بها الحقيقة إسرائيل نتيجة حربها يعني على على يعني عدم رفضها وعن جهيتها في حل الدولتين، في القرارات السياسية التي انبثقت من خلال المؤتمرات العربية. كان هناك الكثير من الحلول ضمن هذا الضعف العربي. قامت قوات حماس بأعداد بسيطة بإيمان مطلق، استطاعت أن تنهار كل منظومة الصهيونية الإسرائيلية وكل جيشها الذي لا يقاتل، قهر وقهر وقهرت معه الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. يعني بايدن مهدد ونتنياهو مهدد، مهددين في مستقبلهم السياسي، وأصبحت إسرائيل حقيقة مهددة الوجود نتيجة عن جهيتها ونتيجة كذبتها الكبرى التي أوهمت بها العالم. طيب بأنها هي. نعم. الجيش الذي لا يقاتل. نعم. أستاذ إيمان، هل يمكن ربط سياسة توسيع دائرة الاعتقال، هل يمكن ربطها بالحديث عن صفقة تبادل أسرى تسعى إليها دولة قطر؟ بمعنى آخر يعني إسرائيل تحاول أن تلقي القبض على من الأسرى على أكبر عدد ممكن حتى تتفاوض مع حماس بمسألة تبادل الأسرى، هل هناك ربط معين أستاذة إيمان؟ أظن هنالك تخبط واضح في سياسة إسرائيل، لا يستطيعون الانتقام باعتبارهم، يضعون غضبهم، يصبون غضبهم في الأسرى والأسرى المحررين، وكما قلت لك قيادات في الأسرى المحررين. لدينا في من الأسرى المحررين من كان لهم في السجون 15 عاما وعشر سنوات وعشرون عاما، كلهم يبحثون لاعتقالهم، منهم قيادات أقل اعتقال للقيادي 10 سنوات. هؤلاء عددهم أصبح كبيرا، وبالتالي عدد بالإضافة إلى الأطفال الذين ازداد عددهم، ونأمل أن تتم الهدنة ويتم إطلاق سراح أسيرات وأطفال. زاد عدد الأسيرات، زاد عدد الأطفال. المرحلة الأولى ستكون للأطفال والنساء، أتمنى أن تكون قريبة، ولكن العدد كبير، العدد كبير، وهذا يعني
لقد أذكر في تبادل قديم قبل 10 سنوات تم اعتقال عدد كبير من الأسرى المحررين الذين كانت لهم انتهاء مدتهم، انتهت مدتهم في حكمهم، تم اعتقالهم مرة أخرى قبل تبادل أسرى بقليل، وتم شملهم ضمن التبادل الذي تم، واستثني في السجون أسرى قدامى جدا. تم استخدام الأسرى المحررين الذين تم اعتقالهم مؤخرا، هكذا كانت الفكرة القديمة. أتمنى أن يكون تبييض السجون، ولكن هم يفكرون هكذا. نعم أيمن. في ختام هذه التغطية نتقدم بالشكر الجزيل عن لعبر سكايب كان معنا من عمان رئيس لجنة العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي الفلسطيني الدكتور ربحي حلوم، وأيضا كان معنا من الضفة الغربية الصحفية الفلسطينية إيمان السيلاوي، وعبر خدمة زوم من الريحانية الخبير العسكري العقيد الديب العليوي. شكرا جزيلا لضيوفنا الكرام لأنكم خصصتم جزءا من وقتكم لتكونوا معنا في هذه التغطية. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.